السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجميل شباب المستقبل. وزي ما قلت قبل كده، شباب المستقبل هم أنا وأنت، أخويا وأخوك، كل من هو شاب يبقى هو المستقبل والحاضر وبكرة. النهاردة ضيوفي حلقة مميزة، النهاردة حلقة مجموعة من الشباب، شباب الموهوبين اللي بيسعوا لتحقيق أحلامهم، شباب نجوم تيك توك على يوتيوبرز على ممثلين، ناس عندها أحلام، هنتعرف بيهم دلوقتي معاكم. أهلا بك عبد الرحمن. أهلا بك محمد. أهلا بك يا ريس. أهلا بك يا يوسف. أهلا بك. أهلا بك. نبدا مع محمد طارق. بدات ازاي يا محمد؟ بص حضرتك، وانا بدات اول حاجه على اليوتيوب، تمام، بدات اعمل تحديات وحاجات انا واصحابي، انا وعبد ويوسف وكده، تمام. بعد كده اتجهنا، ما لناش يعني اللي احنا بنعمله ده جاي فايده وما بيجيبش مشاهدات وكده، منها حلوه حاجات جميله، فدخلنا في مجال التيك توك. الحمد لله يعني تعرفنا شويه، بدنا نعمل حاجات احلى، الحمد لله تعرفنا. جميل جدا. عبد الرحمن، عبد الرحمن برضو صديق محمد، بتعمل تيك توك ولا انت يوتيوبرز؟ لا، صديق محمد بنعمل تيك توك. جميل جدا. عبد الرحمن بدأ ازاي؟ هو محمد طارق اللي عرفنا عليه، انا ما كنتش اعرفه، هو اللي قال لي تعالى اوريك واعلمك وكده، ولغايه ما عرفنا عليه. يعني عبد الرحمن بدأ مع محمد برضو. ايوه. جميل جدا. يوسف. ايوه. اهلا بك يا يوسف. أهلا. يوسف انت طبعا انت قلت ان انت يوتيوبرز. عملت ايه يوتيوبرز يا يوسف؟ يعني ايه المحتوى اللي بتقدمه؟ ايه المحتوى اللي انت شغال عليه؟ شغلي وانا متربي على فيديوهات شادي سرور. تمام. يعني كان نفسي في يوم ابقى زيه، بس للاسف ما كنتش بعرف اقلده، فكنت بلم مجموعه من زمايلي وكنا بنصور افلام كده في الشارع، وبرده كنت في البيت، فبس برده ما بتجيبش نتيجه. يعني بمعنى مثلا ايه المحتوى اللي انت بتقدمه يا يوسف؟ افلام قصيره. افلام قصيره. ايه المحتوى اللي بتقدمه في الافلام؟ هل مثلا الافلام دي بتكون بتوجه بها رساله معينه، إيه عايز بها محتوى معين، حاجه كوميدي، حاجه تراجيدي، ولا ايه وجهه النظر من الافلام؟ زي افلام السينما. زي افلام السينما. جميل. تاجر مخدرات الكلام ده. اهلا بيك يا هاشم. اهلا بيك يا هاشم. هاشم نتعرف فيك. انا بدات مع يوسف في الافلام القصيره. اول فيلم عملناه كان يعني عيل بيتكلم مع ابوه ياكل ايه. عملنا فيلم انا ويوسف، انا كنت الاب وهو كان بيلعب دور الابن. وبدانا في افلام كتيره منه هانت اخ. بدانا مع بعض يعني احنا الاربعه. جميل. افلام كتيره على اليوتيوب. جميل جدا. طب ليه ما تفكروش الفتره الجايه ان انتوا تعملوا محتوى ليكم؟ محتوى اللي هو انتوا مثلا فريق مع بعض، زي ما بتقولوا منكم اللي بيعمل تيك توك والناس اللي بتاع اليوتيوبرز، ممكن تعملوا حاجه مع بعضكم، تقدموا محتوى معين، ممكن تعملوا افلام هادفه توصلوا بها رسائل كتير جدا، سواء رسائل كوره، سواء انتوا تدعموا الناس مثلا ان هي تبعد عن فيروس كورونا، نصائح، تعملوا حاجات كتير، ممكن تقدموا كذا محتوى. ليه ما فكرتوش تعملوا زي كده؟ عملنا فكره عن فيروس كورونا بس برضه ما جابتش حقها. بمعنى ايه ما جابتش حقها؟ ما حدش شافها. يعني تحس ان زمايلي بس هم اللي بيتفرجوا. وفيلم هانت اخ ده كان بيتكلم، فيلم هانت اخ ده كان بيتكلم عن اخ كان مش عاجب اخوه عشان شغال جزمجي. ده رساله برضك للناس. يعني الشغل مش عيب. جميل. يعني مش المفروض واحد يتخنق من اخوه مثلا عشان بيشتغل، ولا مش اهانه هي. هو الفيلم ده بيتكلم عن كده، ان الشغل مش عيب. حلو جدا. انتوا بتحاولوا توصلوا محتوى وتقولوا ان الشغل مش عيب، او ان انت تسعى وتجتهد عشان توصل لحلمك. طيب جميل جدا. يعني انتوا مثلا لكم بيرج على اليوتيوب. أيوة. زي ما انتوا بتقولوا بيرج على الفيس وكده كل حاجه. حلو جدا. هل طيب انتوا اخدين ورش تمثيل وكده؟ يعني انتوا مثلا اتدربتوا على التمثيل، اخدتوا ورش، شاركتوا في فرق مسرحيه، رحتوا اصول ثقافه، ولا ده كله بالنسبه لكم كان هوايه؟ لا لا، زي ما نكون بدانا بدماغنا. بدانا بدماغنا، مش علمنا حاجه، مش علمنا اي حاجه. جميل جدا. يعني انتوا بدأتوا هواية. هواية. طب ليه ما فكرتوش مثلا تروح ورشة تمثيل؟ والله حضرتك احنا ما كناش حتى نعرف يعني ورشة تمثيل. يعني احنا عارفين بس احنا مش عارفين، مش لاقيين حد يقول لنا اعملوا كده اعملوا كذا. لا احنا مثلا كنا مع التليفون مثلا اللي معانا بنصور بيه وبننزل، والحاجة الحمد لله بتبقى حلوة بتعجب الناس، بس احنا زي ما يوسف قال ما لقيناش حد يوجهنا. طيب انتوا قدامكم يعني في ورش كتير جدا، يعني الوقت في ورشه ابداع للاستاذ خالد جلال شغاله حاليا في دار الاوبرا، ممكن تروحوا تقدموا فيها، ورشه الاستاذ محمد صبحي، تمام، في ورشه اصول الثقافه، ورشه النقابه، كل الورش دي شغاله حاليا وبتقدم حاجات كويسه. يعني انتوا ممكن تروحوا، يعني مثلا يوسف
محمد طارق سوري. ممكن يا محمد انت بس تروح تقدم فرشه ابداع، ورشه ابداع دلوقتي ورشه مجانيه تمام عاملها الاستاذ خالد جلال في دار الاوبرا، ممكن تروح تقدمه فوق وتعلمه، بحيث انت لما تكون متعلم فن هتقدر تقدم محتوى. يعني انتوا بتقدموا مثلا محتوى يمكن مثلا المحتوى بتاعكم بتشافش قوي لان انتوا مثلا مش متدربين على التمثيل كويس، ما اخدتوش ورش كويسه، فاكيد تسعر كده صح. طيب لو حبينا نعرف من يوسف مثلا بتفكر تعمل ايه الفتره اللي جايه؟ بفكر ان انا اشتغل على نفسي مع نفسي، بمعنى اكتر على اليوتيوب. تشتغل على نفسك تعمل رياكت على اليوتيوب مع نفسي؟ تمام. يعني فعلا مش لاقي حد يدعمني ولا حد يقف معايا. ما احنا قلنا بقى تبدا بورشه تمثيل. طالما انا مع حضرتك الراجل هتوجعني. تمام هاشم ان شاء الله ناوي تبدا بايه؟ انا خلص بس المطعم، انا مطعم سياحه وفنادق، خلص المطعم بتاعي وابدا مع يوسف برضك هنرجع تاني للتمثيل ونعمل افلام قصيره. جميل جدا. محمد طارق انا ان شاء الله اكمل على التيك توك تمام، لان يعني الحمد لله بقيت يعني يعتبر هتشير شويه عليه تمام، وبرده مع يوسف الافلام القصيره وبتاع، وان شاء الله هنعمل حاجه حلوه قريب. جميل جدا. عبد الرحمن انا طبعا مع محمد طارق عشان هو اللي معلمني، فانا لازم افضل معاه وانا هو ان شاء الله هنعدي. طب لو قلنا مين اكتر شخص بيدعم محمد ويوسف وهاشم وعبد الرحمن، مين اكتر شخص بيدعمكم؟ ايه صحابنا اللي عندنا، صحابنا واهلنا وناسنا واهل زمايلنا، انما الناس اللي في المنطقه الناس اللي في المنطقه الاهل لا واهلينا برضه والناس اللي تعرفنا كله. يعني انت بتقول اهلك لا بيدعموكش؟ لا كده افرض الحاجه مش هتعرف تزعل دلوقتي. انا امي بتسمعني دلوقتي حاجه. طيب جميل جدا. طب احنا قلنا بقى لو انتوا عايزين تبداوا صح اول خطوه تاخدوها زي ما قلنا لازم تاخدوا ورشه تمثيل، بعد كده تشوفوا مؤلف كويس يبدا يكتب لكم حاجات فيها محتوى كويس وتبداوا تنشروها. لازم برده كمان يكون معاكم حد بيصور كويس عشان يبدا يصور لكم شغل كويس وتبداوا تنشروه. وفي نفس الوقت لازم تبداوا تقدموا محتوى، اهم حاجه قبل المؤلف قبل المصور قبل اي حاجه لازم يكون معاكم محتوى، لان المحتوى هو اللي هيخلي الناس تتابعك، هو اللي هيخلي لك فانز وجمهور. جميل جدا. طب لو قدرنا نقول مثلا عايزين نشوف حاجه تمثيليه صغيره منك وانت قاعد، نشوف منك ايه؟ انا اكيد مش تيك توك يعني، ممكن اعمل مشهد حاجه بسيطه وانت قاعد كده ورينا حاجه زي ايه عشان انا برده مش اي حاجه. ممكن نعمل مثلا مشهد بتاعنا ويوسف لما كنا في انا فيلم انا اتاخر. تمام وانتوا قاعدين. تمام اوكي تمام وانتوا قاعدين اعملوا بس عايزين نقوم يعني. لا لا زي ما انتوا زي ما انتوا نعمل مشهد ايه صوت كده بس انت عادي. المقصود ان احنا كنا لسه داخلين على محمد طارق وقال تمام يلا يا جو عامل ايه؟ طب يا جدعان انا مش عايز اروح امسح جسمتي عند الراجل ده، تعالوا نشوف حد غيره. طيب يا يوسف ما فيش غيره يا يوسف، وانت عارف ان ده احسن واحد يا يوسف. الراجل ده احنا بنمسح جزمتنا عنده كل مره. اقرب واحد اللي فيه قدام بعيد قوي يا جدعان. انا مش خايب بس انا مش عايز امسح جزمتي عند الراجل ده، ما نشوف حد غيره يا جدعان. هو اقرب واحد في الشارع ولازم نروح له، وده احنا عارفينه وبنعدي عليه على طول وكل يوم بنعمل عنده احنا رايحين الجامعه. يلا بس يلا ماشي اللي تشوفه. يوسف انت اللي جابك هنا؟ يوسف ما رحتش المدرسه ليه؟ ايه ده وانت تعرفه؟ يوسف ايوه انا بقى امسح جزمتي عنده كل يوم. مش عايز تودينا عنده ليه؟ لما اخذ استاذ يوسف انت زبوني انا اسف بس خلاص كده. جميل والله حلو ان انتوا عندكم رياكشنات. طب ليه ما تطوروش الكلام ده؟ يعني انت عندك رياكشن مثلا ان انت تقول فاهمني، او عندك الثقه ان انت تتكلم، او عندك الثقه ان انت تمثل، ليه ما تروحش ورشه؟ حضرتك زي ما قلت لك احنا يعني مش لاقيين حد، يعني زي ما حضرتك بتقول احنا مش لاقيين حد يقول لنا روحوا كذا اعملوا كذا. احنا ما نعرفش اصلا، اول مره نعرف الورشه دي دلوقتي. يعني نعرف مسرح مدرسه الزيتون شعبه وجبات سريعه في حدائق زيتونيه، دي مدرستي. كانوا عاملين لنا معسكر من عباره عن ثلاث مدارس، فكانوا كان المعسكر ده جاي فيه وزير التربيه والتعليم او نائب وزير التربيه والتعليم. فانا عملت مسرحيه ساعتها. عملت مسرحيه هناك انا وهو. طيب انت بتقول عملت مسرحيه، فمعنى كده ان انت بدات في المجال. مثلت قدام ثلاث مدارس. طب كويس جدا، يعني انتوا بداتوا اهو. نموا بقى الكلام ده وروحوا ورشه من هنا من البرنامج اهو، بنقول لكم ان في ورشه تمثيل، في ورشه تعداد ممثل مسرحي وسينمائي، والورشه كمان مش يعني ما بتشملش التمثيل بس، لا ده بتشمل تمثيل واخراج وتصوير. يعني انت في الورشه بتتعلم كل حاجه، بتتعلم يعني ايه تبقى ممثل، يعني ايه تكون مصور، يعني ايه تكون مخرج، يعني ايه تعمل استعراضات، يعني ايه تكون ميك اب ارتست، يعني ايه ازياء. اصل الورشه بتبقى ملمه بكل شيء. ورشه ابداع فاتحه دلوقتي، فاتحه لحد اخر الاسبوع استاذ خالد جلال، ومجانيه يعني حتى لو مثلا في ظروف عندك او الكلام ده، فهي اصلا الورشه مجانيه وهتفكوا كتير. خلاص حضرتك احنا موافقين، لو حضرتك تكلمونا نروح له يبقى الف شكر. هكلمه لكم وابعت لكم العنوان واقول لكم كمان فين العنوان بالظبط، والعنوان بكل بساطه في دار الاوبرا المسرح الصغير تمام.
استاذ خالد جلال ورشه ابداع، تروح تملى الاستماره بس بصوره بطاقتك وبصوره شخصيه كده صغيره وتبداوا، ربنا يكرمكم ان شاء الله. ان شاء الله خير. طيب ناخد كلمه بقى من يوسف، تحب تنصح الشباب بايه اللي زيك؟ انصحهم بايه بالظبط؟ تحب تنصح الشباب بايه؟ ان هم يكملوا، يعني مهما وقف قدامهم عقبات برضو يكملوا، لانهم في يوم هيجي في يوم من الايام لو قعدوا كتير يعني هيوصلوا اللي هم عايزينه. هاشم تنصح الشباب بايه؟ انصح الشباب بكل واحد بيفكر في حاجه يسعى وراها يشوف مستقبله ايه، يجري ورا مستقبله. هو هيتعب في الاول اي نعم، بس بعد ما هو يتعب هيلاقي في الاخر. جميل جدا محمد، يعني بحكم ان انت اللي بتساعدهم وكده، تحب تنصحهم بايه وتنصح الشباب اللي في سنك بايه؟ والله يا استاذ انا احب انصح ان زي ما هاشم قال كل حد يعني بيحب حاجه يسعى وراها، بس ان شاء الله يعني الحاجه دي تكون في الخير وتكون حلوه وتفيد المجتمع. تمام، وان شاء الله خير. ان شاء الله. وعبد يعني عايز اقول لك اللي هي يعني عادي، مش لازم ان انت خلاص يعني مش عارف اقول حاجه. طب لو قلنا ان انتوا، انا مش عارف انتوا ليه محبطين يعني، لو انتوا مثلا ايه مثلا العقبات اللي بتواجهكم في حياتكم، او ايه العقبات اللي مواجهاكم تمام في الموضوع اللي انتوا بتقدموه او المحتوى اللي انتوا بتقدموه بتاع اليوتيوبر او التيك توك، ايه العقبات اللي بتواجهكم فيها؟ كتير، ان مفيش دعم، مفيش دعم، مفيش معدات بتصور كويسه، احنا بنصور بتليفونات بمايك تليفون حاجات بسيطه جدا، ستاند يعني احنا بداناها من تحت الصفر. حلو. انا ويوسف في مره من الايام عملنا، كنا قاعدين بنفكر حتى الادوار اللي احنا بنعرضها من دماغنا. اصلا ازاي؟ انا اللي اعرفه ان التيك توك اصلا التيك توك ما بيحتاجش الامكانيات اللي هي، ايوه التيك توك، الناس كتير قوي مشهوره على التيك توك بتعمله بموبايل. انا ما بعملش تيك توك، انا بعمل التيك توك بس ما لقيتش نفسي فيه. انا شايف نفسي ان انا يوتيوبر ونفسي احقق حلمي. جميل جدا. طيب انتوا لما بتيجي تصوروا مثلا بتصوروا ازاي؟ مين بيختار لكم الاماكن؟ مين بيختار لكم الفكره؟ لما بنيجي نمثل اغلبيا بكون انا. انت اللي بتختار الفكره والاماكن؟ الاماكن دي سهله يعني، مطرح ما بندب زي ما بيقولوا بندق لك. مين بيصوركم يا محمد؟ كلنا بنصور بعض يعني، مثلا في فيلم عن الاخ يعني كنا احنا الاربعه. لو انا طالع مش وانا مش في الدور ممكن اصورهم، كل واحد بياخد دوره ويطلع يصور. كمان في زمايلنا كتير بيدعمونا ان هم بيحبوا يجوا يتفرجوا علينا واحنا بنصور، ممكن يساعدونا، بيحبوا يشيروا لنا فيديوهاتنا يوروها لقرايبهم، وبرضه بيتباهوا بينا رغم ان احنا حاجه صغيره جدا. تمام. مين بقى اللي بيمنتج لكم الشغل بتاعكم؟ يعني بعد ما العمل بتاعكم بيخلص مين بقى اللي بيجمع الشغل كله يعمل لكم المونتاج؟ يوسف برضه. انا شايف ان يوسف بيعمل كل حاجه. احنا بنمثل بس. بتمثلوا بس. جميل جدا يا يوسف. طب يا يوسف بتفكروا تعملوا حاجه مثلا معانا الفتره، يعني مثلا لو انتم مثلا مش هتروحوا مثلا الورشه اللي انا قلت عليها دلوقتي، ورشه تمثيل مثلا، هتفكروا تعملوا ايه طب الفتره الجايه؟ هنستمر على الافلام القصيره وممكن ربنا يكرمنا يعني. حاليا عندكم فانز قد ايه مثلا على اليوتيوب او التيك توك؟ 3000 على التيك توك. انتوا اخر حاجه على اليوتيوب. مش اليوتيوب. مش على التيك توك. محمد عنده 8000. جميل جدا. احنا مش مهتمين بالتيك توك، احنا بنهتم اكتر يعني باليوتيوب والتمثيل. حتى لو محمد وانا دخلنا في مجال التيك توك، فاحنا دخلنا في التيك توك عشان مش عارفين نوصل اليوتيوب. يعني التيك توك زي ما حضرتك عارف ما في نسبه مشاهدات اعلى. جميل. ففي ناس كده بتبدا على التيك توك وبعدها بيروح على اليوتيوب. لا، ان هو يعلمهم على اليوتيوب على طول. جميل. بس كده، انما احنا ما حدش هوايته التيك توك بصراحه. هو فعلا ما حدش بيحب التيك توك، بس يعني انا لقيت نفسي ان انا يعني الفيديو بتاعتي لا بس يطلعك فاهم حضرتك. وانا كمان يعني التيك توك احلى حاجه فيه ان هو لينك اليوتيوب بيبقى محطوط فيه. فالحمد لله يعني الناس اللي بتتابعنا على التيك توك بتخش تتابعنا هنا وتتفرج على افلامنا وبيقولوا لنا كويس واستمروا، رغم ان برده الحاجات الافلام بتاعتنا ما بتجيبش يعني نسبه مشاهده اللي هي عاليه قوي. تمام. بدل احنا الحمد لله مؤمنين ان احنا مقدمين حاجه جميله وهي عجبتهم بنكمل حتى لو عارفين ان احنا مش هنوصل دلوقتي خالص. جميل. طيب انتوا اخر فيلم قدمتوه فيلم اسمه خيانه اخ. إهانة أخ. جميل جدا. ممكن اعرف القصه بتاعت الفيلم ايه، او الفيلم ده كان بيحكي عن ايه مثلا؟ قصه الفيلم بتتكلم عن اخ بيشتغل جزمجي عشان يعلم اخوه عشان يخليه يكمل تعليمه. واخوه كان مش متقبل الشغلانه، المهنه اللي هو كان بيشتغلها اخوه. حلو. مفكرها اهانه. فما كان مخبي عليا ان اخوه شغال جزمجي. بالصدفه كنا هربانين من المدرسه. حلو. وعدينا على اخوه ده. هو كان جزمته متوسخه، فهو عايز ايه؟ يروح يلمع جزمته. فبالصدفه كان اخوه كان قاعد وهو مش عايز يعرفنا. تمام. واحنا ما نعرفش، فهم صروا ان هم يودوني عنده. فانا بردك انا كان دوري بردك، رحت رامله الفوطه في وشه. كان حته فوطه وسخه كان بيمسح لي بقى الجزمه. قلت له انت ازاي تمسح لي بدي؟
رحت رميها له في وشه قلت له انت ازاي دي وسخه تمسحها لي بايه؟ وهو في الاخر طلع اخوه وهو كان مخبي علينا بس هما ما يعرفوش برضه بس انا اتبريت منه فبس في اخر الفيلم يعني بره من اخويا ضميري صحي واتاسفت له على كل اللي حصل. هو لو جينا نتكلم عن الشغل اي شغل حتى لو هو جاز ماجي مش عيب لان الشغل مش عيب بس احنا بنعمل حاجه زي دي يعني احنا اول حاجه عملت حاجه الغلط ان انا اتبريت من اخويا صح بس بعديها اتاسفت له وعرفت ان انا غلطان وكل حاجه عليا فكده احنا بننصح الناس مش معنى كده ان احنا بنشجعهم حلو ان انت بتنصح دي. الناس ان يبقى في ناس كده برضه في ناس كده صح وحلو ان انتوا بتحاولوا حلو ان انتوا بتحاولوا توصلوا رساله ان مهما تعمل لازم ترجع وتفكر ان انت غلطت او ان انت غلطت اخوك او ايا كان والشغل مش عيب اي شغل مش عيب اي شغل مش عيب المهم ان احنا نشتغل احنا اشتغلنا كل حاجه دي شغلات قليله جدا يعني الحمد لله بس هي في نظرنا كبيره يعني لو قلنا محمد مثلا شغلكم الطبيعي بقى بعيد عن شغل المجال التيك توك واليوتيوبرز والكلام ده محمد مثلا بيشتغل ايه انا شغال في مطعم اسمه مطعم تيكا تبع شركه امريكانا شغال طباخ صغير كده على قد وانت شغال يا محمد يا عبدو صنايعي مكواجي ايه صنايعي مكواجي صنايعي وهاشم انا شغال في ارض زي المنغري المرغني منحه امريكانا جميل منحه مدرسه برضو تبع تبع امريكانا لا شيف سندوتشات جميل هارديز تمام ويوسف شغال ويتر في مطعم تيكا الشمس ويتر ده نادي الشمس جميل جدا طب انتوا بتدرسوا ايه يا محمد ولا انتوا لسه ما وصلتوش لمرحله الجامعه انتوا لسه ثانويه انا ثانوي سياحه وفنادق ثانوي سياحه وفنادق وهاشم معايا في نفس الفصل في نفس الدكه انا بدرس تجاره بتدرس تجاره ثانيه ثانوي تجاره ثانيه ثانوي تجاره وانت وانا تجاره تجاره برضه يعني انتوا تجاره وهم سياحه وفنادق في نفس الفصل وفي نفس الديسك جميل جدا طب بتفكروا تخش جامعه ايه هتكمل سياحه وفنادق ولا هتبقى في جامعه حلوان انا عايز اخش جامعه حلوان عايز تخصص في ايه بعد كده برضه ان انا في نفس المجال بتاعي واطور منه اكتر ان انا ابقى شغال فيها بس مش شغال عشان اخد فلوس بس لا شغال بتعليمي جميل ممكن ربنا يوفقني مثلا وابقى مساعد مدير او مدير جميل جدا انت برضه نفس الفكره بتاع انا بفكر اخش كليه حلوان وابقى شيف مثلا شيف مطعم او مدير مطعم جميل وانت ناوي تكمل في تجاره يا محمد ولا انا ان شاء الله اكمل في تجاره ليه ما اكمل في المطعم ربنا يوفقك وانت يا عبد انا مش عارف يا عبد انت مش ساكت ليه ما تتكلم يا عبد اه والله هتكلم بس يعني انا عشان اول مره بس احتمال ممكن ما اكملش يعني ممكن اخد ثالثه وخلاص ممكن تاخد ثالثه وخلاص مش حابب تكمل يعني احتمال مش عارف بس يعني الحوار ده ان شاء الله هشوفه بس ممكن اكمل يعني بس التعليم حلو طبعا اهم طبعا. من التمثيل ومن اي حاجه ان انت تكمل علامك وتوصل لحلمك عشان اهم حاجه الشهاده واهم حاجه التعليم صح. اوعى تسمع كلام اي حد يقول لك الشهاده متعلقه على الحيطان والشهاده ما لهاش لازمه لا صح. الشهاده هي اهم حاجه وطبعا ليها لازمه وليها عامل كبير جدا في حياتنا ويمكن لعل لو عايز تفتح لك باب شغل بعد كده كبير سواء في مصر بره مصر يعني هيكون لها حاجات كتير جدا بس اهم حاجه تسعى ان شاء الله صح والله طيب بتفكروش تعملوا حاجه لمصر الفتره الجايه ايه يعني بتفكروش تعملوا حاجه لمصر لا للاسف عمر ما جت الفكره دي في دماغنا بصراحه يعني ليه مع ان ممكن لما تعمل حاجه لمصر ده يكون داعم لكم اكتر ويخلي اقبال للجمهور اكبر عليكم بص حضرتك هو يعني احنا هنعمل حاجه لمصر بس ما حدش هيخش يتفرج على حاجه لما يكون مثلا ايه يعني دول مشاهير دول معروفين لا مش شرط على فكره مش شرط بص معظم الناس دلوقتي اللي هم المشاهير جدا 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 ما هو بدأ زيك هو كان حد يعرفه ما حضرتك ده بدأ زيي بس هو كان بدأ في الوقت اللي ما كانش فيه حد بيقدم الفن ده زي. انما احنا دلوقتي لو حضرتك ملاحظ كتير قوي بقى نفسهم يبقوا فنانين حضرتك دلوقتي اي عيل صغير نفسه يتشير اي عيل صغير نفسه يطلع مشهور زي الفنان ده والفنان ده فالحواجز كلها اتقفلت بسبب ان كله حط حلمه في حاجه زي دي لان شايف ان هي سهله يعني مش شايفها هوايه لا هو شايفها ان هو عاوز يبقى زي ده عاوز الناس توقف تصور معاه ما هو مش شرط على فكره طب ما انت لو بصيت مثلا للناس اللي في مثلا في المجال اليوتيوبرز او في ناس او الفنانين اللي هم الفنانين مثلا سواء مسلسلات افلام مسرحيات ايا كان في ناس برضك بدا زيك في ناس برضك بتفكر في الفلوس في التمثيل يقول لك فلوس احنا لا احنا عايزين نمثل احنا شغالين بقى لنا حوالي 3 سنين ده حلم مستناش مقابل من يدي وما بناخدش انا كبيره قوي عندي ان انا اطلع على الشاشه كده واسمع الناس صوتي واتكلم عن نفسي والله فعلا مبسوطين اقسم بالله ولا فلوس ولا حاجه احنا برضو مبسوطين والله ان انتوا معانا شرط فلوس ولا احنا مبسوطين طبعا ان احنا بندعمكم وان احنا ندعم الشباب ونوصل صوتكم طبعا وان شاء الله طبعا يمكن ربنا يجعلها فتحه خير لكم من هنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله جميل جدا طيب تحب توجه كلمه شكر لحد يا محمد
اوجه كلمه شكر لكل اصحابي واخواتي اللي هم بيدعموني لحد دلوقتي وبيتفرجوا علينا دلوقتي، وبقول لهم ان شاء الله نعمل كل حاجه تعجبكم، احنا الحمد لله ما عملناش حاجه وحشه لحد دلوقتي، كل حاجاتنا حلوه. جميل. عايز توجه كلمه شكر لحد يا عبده؟ كل الناس اللي بتتابعنا وتشوفنا والناس اللي هي مهتمين بينا اشكرهم. يعني عايز تشكر حد يا هاشم ولا تقول لحد اي كلمه؟ انا بشكر الناس اللي واقفه جنبي وبشكر امي بردك اللي واقفه جنبي في كل حاجه. جميل. بشكر الناس كلها. جميل. يوسف. بشكر الناس اللي لما بتلاقيني وقفت فيديوهات بترجع تشجعني وتديني حافز ان انا اكمل. يعني انا ساعات كتير قوي بطل وناس من زمايلي يقول لي لا انا عايز اشوفك تاني زي الاول. انت كنت بتعمل حاجات حلوه، لو مفيش ناس كتير بتشوفها فانا بشوفها وانا مبسوط ان انا بشوفها. جميل جدا. طبعا حابب اقول لكم شرفتونا ونورتونا ببرنامج شباب مستقبل، وانا مبسوط جدا بيكم وان شاء الله طبعا يكون عليكم فاتحه خير وربنا يكرمكم فاهمني في الفتره الجايه. وزي ما قلت لكم انا هديكم بعد الحلقه على طول العنوان بتاع ورشه استخلاء الجلال، وممكن تقدموا فيها زي ما قلت لكم تبداوا منها خطوه جديده في حياتكم وخطوه جديده في مجال الفن معاكم. شرفتوني ونورتوني. وطبعا حابب اقول كلمه كويسه جدا بقول لكل الشباب، احلم واسعى واشتغل على نفسك. الحلم هيتحقق، هيجي له يوم ويتحقق، بس انت لازم يكون عندك اراده، لازم انت تكون حابب الحاجه اللي بتعملها، لازم تشتغل على نفسك. وزي ما قلنا قبل كده الشباب هم مستقبل مصر ومستقبل الوطن العربي ومستقبل العالم كله. ومن هنا بختم حلقتي معاكم ومع ضيوف الجمال اللي احب اقول لك شرفتوني ونورتوني، وانتظرونا في حلقات جديده من برنامجكم الجميل شباب المستقبل. السلام عليكم.